حقق حلمك صح، كافح عاند وانجح، ومهما الوقت طول ما تقولش لحلمك ابدا بح. يأسك ده خلاص انساه، ده طريق الحلم حياة، ومعانا اكيد تلقى تحلم تكبر واكيد تنجح. حقق حلمك صح، كافح عاند وانجح، ومهما الوقت طول ما تقولش لحلمك ابدا بح. يأسك ده خلاص انساه، ده طريق الحلم حياة، ومعانا اكيد تلقى تحلم تكبر واكيد تنجح. حلمك صح، كافح عاند وانجح. مساء الخير على كل السادة المشاهدين، واهلا بحضراتكم في كل مكان. النهارده من خلال منبرنا وبرنامج حقق حلمك صح، وهو الداعم لكل موهبة والداعم لكل شخص عنده رسالة وبيقدم محتوى مهم للجمهور. على الناحية الثانية كمان، في وسائل السوشيال ميديا كتير جدا بتدعم المواهب. من أهم وسائل السوشيال ميديا دي بتكون اليوتيوب. اليوتيوب أي حد دلوقتي بيحب يعمل أي حاجة بيروح يعمل قناة على اليوتيوب. في قناة يمكن ليها صدى كبيرة جدا، يمكن تكون مشهورة عند ناس كتير جدا ومعروفة، تحت اسم ماما لولا فاني. القناة دي بتدعم كل المواهب، بتعمل مسابقات، بتحاول تشجعهم، بتقدم لهم كل المساعدات. من أهم القنوات اللي حصلت على الجائزة اللي قدمتها قناة ماما لولا فاني، جائزة أفضل يوتيوبر حصلت عليها مروة سعيد اللي منورانا مشرفانا النهارده. مساء الخير مروه، مبسوطه جدا انك معايا النهارده. اهلا وسهلا. مروه انت القناه بتاعتك يوميات ميرو سعيد دي اللي دعمتها ماما لولا فاني. كمان معايا موهبه، يعني هو نقدر نقول فنان متعدد المواهب، معايا رمضان محمد، برحب بيه ومنورنا رمضان. اهلا وسهلا بحضرتك. رمضان مش بس كده، انت كمان بتغني وبترسم. الحمد لله، برحب بيكم مره ثانيه. وخليني ابدا مع مروه، قولي لي قناه ماما لولا فاني، ماما لولا فاني كانت ازاي الدعم الاول ليكي؟ مبدئيا كده انا من خلالك انت حابه اقول لها ربنا يخليكي يا ماما لولا لينا. على المستوى الشخصي هي انسانه جميله جدا 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 جدا، ام بمعنى الكلمه. من قلبي بقول لها يا ربي ان شاء الله شهر الجاي تبقى احلى تيتا، هي منتظره حفيد جديد ليها، يا رب تقوم بالسلامه يا رب بنتها. لولا طبعا غنيه عن التعريف، دي ست جميله جدا بتدعمنا، عملت لنا مسابقه، شجعتنا، ادتنا امل ان بكره احسن، ان انا ممكن اقدر ان انا احقق حلمي من خلالها ان شاء الله. وبشكر الادمن بتاعها، كان معاها اتنين ادمن، ادمن هبه وادمن نوره شوقي، ناس محترمه جدا جدا جدا، عرفونا حاجات احنا ما كناش عارفينها. بشكر ال 65 قناه اللي كانوا معايا، حبايبي واصحابي، ولحد دلوقتي احنا متواصلين مع بعض، اللي بيهم بيشجعوني، ما فيش بينا اي ضغينه ولا حقد ولا اي حاجه خالص. وانا احسن قناه من ماما لولا اختارتني، الادمن والقنوات، فدي كانت بالنسبه لي اسعد حاجه ليا يعني، الحمد لله. خليني كمان ارجع لرمضان واعرف منك انت ازاي بتقدر تجمع بين الرسم والغنى، والحقيقه هم يعني موهبتين اصعب من بعض، محتاجين دراسه وخبره وموهبه، يعني موهبه فعلا كبيره. فكلمني ازاي انت رسام وبتغني في نفس الوقت. هقول لحضرتك، انا كنت من وانا صغير في البدايه، فلي اخين كبار، واحد بيغني والتاني بيرسم، فده كان بيعلمني حاجه وده كان بيعلمني حاجه. تمام. فانا كنت مخلي الهوايه ليا الغنى، لكن الرسم ده كان طبيعه في حياتي، كل لازم انا اعملها، لازم اطلع في الاول في المدرسه، لازم اطلع في يعني انت بترسم وانت صغير. في فيديو ليك بيتعرض على الشاشه، كلمني بقى انت بترسم ايه؟ الكلام اللي على الشاشه دوت اللي هو مثلا زي السايبر، الكلام دوت بيبقى طالب جدران يعني وقت وكده. الحاجات دي على فكره صعبه مش سهله. انا واخده بالي. هي هي اشباح، بس عامة ده اللي بيبقى هم طالبينه. رسمة زي دي بتاخد منك وقت قد ايه؟ بسيط جدا، في ناس بتاخد معايا وقت كتير، وفي وقت انا عامة بتاخد معايا وقت بسيط جدا، مش كتير. قد ايه يعني؟ 10 دقايق. حقيقي. طيب ممكن تسمعني ايه بقى؟ اسمعك ده ما صعبة ممكن. اوكي. ماشي. ايه الدمعة؟ صعبة بس برضو الضحكة أصعب، وأنا لما بضحك صدقوني بجد بتعب،
ويا دوب ثواني وترجع الاحزان تاخدني. طبع الحياة ده ولا انا اللي شربت مقلب؟ ده انا كل ما تقدم لي خطوة ارجعها مية، والحزن زي قميص ومتفصل عليا. وان يوم وقفت قصاد مراية ابص فيها بلاقي واحد فيها بيعيط عليا. متعلقين في خيوط كتير في الدنيا دي، والدنيا بتحركنا في كل اتجاه. عايشين في فيلم ومن تالفاهية، وهو ده دورها مشطر في الحياة. جميل جدا. مروة قولي لي، يعني اي حد بيعمل قناة على، احنا معانا اتصال تليفوني، معانا نور. نورة من القاهرة اتفضلي. الو، ادمن نورة شوقي. نورة، ادمن نورة شوقي من القاهرة اتفضلي. طيب الو، طيب على ما الاتصال يرجع معانا. قولي لي اي حد بيحب يعمل عنده هدف معين بيروح لوسائل السوشيال ميديا كتير، انت اخترتي اليوتيوب. تمام، قولي لي قناتك بتكون عباره عن ايه؟ ايه المحتوى اللي انت بتقدميه؟ مبدئيا كده انا عاشقه للمطبخ بكل تفاصيله. الو نوره اتفضلي. عليكم السلام. اتفضلي حبيبتي نوره. يا ميرو حبيبتي، يا نوره حبيبتي. حبيبتي يا ميرو، عامله ايه؟ ورا ايدك. تسلمي يا نوره، تسلمي يا نوره. عامله ايه حبيبتي؟ ميري يا ميرو حبيبتي، ربنا يوفقك يا رب. حبيبتي يا نوره، نوره من الشخصيات الجميله وقناتها جميله. حبيبتي يا نوره ما تحرمش مني، ربنا يوفقك. ادمن ماما لولا، ربنا يوفقك. تسلمي لي يا حبيبتي، ميرسي على ذوقك يا نوره. انا قلت اول مكالمه كده حبيبتي، انا هتصل بيكي. حبيبتي يا نوره ما تحرمش منك يا رب يا نوره. تسلميلي، تسلميلي يا قلبي يا نورة. بنشكرك يا نورة. كنا بنتكلم في المحتوى اللي بتقدميه من خلال القناة بتاعتك، عبارة عن ايه؟ محتوية مطبخ، روتين، وصفات سهلة، وصفات على قد الايد، وصفات للدايت، الناس اللي هي عندها عزومة وعايزة ترتب نفسها، ازاي ابقى في استعداد استقبال شهر زي رمضان. الحاجات الاساسية تبقى في بيتي، الحاجات الاساسية اللي في مطبخي، الخامات اللي ما استغناش عنها في بيتي. بعمل فلوجات، بعمل مشتريات، بعرفهم يعني ايه ابقى ست اقتصادية، ست موفرة، ست مدبرة. ليه كذا هدف في قناتي الحمد لله. اكتر اكله بتلاقي رد فعل الناس عليها ايه؟ يعني انا مثلا لما بحب اخترع في الاكل شويه بجري على اليوتيوب. أيوة. بحب اعمل حاجه جديده بجري على اليوتيوب. ايوه. ف اكتر اكله بتلاقي عليها ريفيوهات كتير او الناس يعني بتطلبها منك او بتقول لك كرريها، بتكون ايه بالظبط؟ انا اصلا ما فيش حاجه اسمها وصفه حلوه ووصفه وحشه. الاكل دوت نفس. انت اكلك لما بتعمليه وانت مرتاحه نفسيا، طاقه بتطلع منك كده في ايدك، بتخلي الاكل ده لازم يطلع حلو. جربي تعملي وصفه وانت زعلانه، استحاله تطلع حلوه، استحاله. نفس المقادير ونفس الخامات، استحاله تطلع حلوه. بس لو انت متمكنه في المطبخ شويه ممكن تطلع معاكي حلوه. انا داخله المطبخ، انا مش داخله عقاب، انا داخله بادي بعمل حاجه انا بحبها، عشان كده لازم الاكل يطلع حلو. ايا كانت الوصفه وايا كانت المقادير. اكيد ده النفس بقى، ده النفس زي ما بيقولوا. طيب احنا معانا اتصال من القاهره. مين مين معانا؟ هبة. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا هبة. ميرو يا ميرو. هبة يا هبة حبيبتي. قلبي يا قلبي. قلبي يا هبة حبيبتي. يا هبة ما تحرمش مني. ادمن ماما لولا حبيبتي. يا هبة انت عامله ايه؟ حبيبتي ربنا يخليك، تسلمي لنا يا رب. ميرو يا جماعه دي افضل القنوات اللي مرت حبيبتي علينا، من ضمن القنوات حبيبتي الكويسه اللي بصراحه خدت اللقب ده عن جداره ان هي تكون جميلة. احسن قناه. انت جميلة. في القنوات اللي كانت معانا في المسابقه الاولى، انت تستحقي المكان ده واكبر. جميلة. من كده بكتير يا ميرو. انت جميله، مش هنسى فضلك يا هبه في تشجيعك ليا، مش هنساكي حبيبتي. حبيبتي يا ميرو. هبه، هبه ممكن اسالك، اقول لك انت اكيد كان عندك قنوات يوتيوب كتيره جدا لا تعد ولا تحصى في وقتنا ده.
رأيك في المحتوى اللي بيتقدم دلوقتي، شايفة اليوتيوب يعني من خلال نظرتك كده عامل ازاي؟ بصي حبيبتي، احنا كمسابقة ماما لولا طبعا هي اللي بتكون قايله لنا نعمل ايه، انا اللي بكون مختصة بانتقاء القنوات اللي بتكون معايا في كل مسابقة، فكل القنوات اللي احنا بناخدها بتتنقى على الفرازة، بمعنى القنوات دي بتخش كل البيوت، فلازم تكون محتوى فعلا هادف، يكون محتوى ينفع يخش كل بيت. هل فعلا المحتوى ده كويس وهيبقى للناس ليها صدى بعد كده؟ تمام، بنبدا ندعمها. لكن لو اي قناه جات لي ملهاش اي محتوى، ملهاش اي صدى، زي في قنوات كتير على اليوتيوب طالعه ملهاش اي 30 لازمه. تمام، انا بسالك بقى على القنوات اللي المحتوى بتاعها غير لائق الى حد ما. بتلاقي مثلا عدد كبير من الناس دي؟ يعني بتلاقي قنوات كتيره جدا ما ينفعش اصلا انها تكون من ضمن التقييمات دي كلها؟ صدقيني مش هتنجح القنوات دي، بيبقى يوم 2 3 لكن مش هتكمل بعد كده، لان هي ما عندهاش محتوى اصلا. هيلاقوا ايه يقدموه بعد كده؟ مش هيلاقوا حاجه يقدموها بعد كده. لكن عند القناه زي قناه ميرو سعيد، دي قناه كويسه جدا ما شاء الله عليها، بكره ان شاء الله، وبقول لك النهارده اهو، بكره ان شاء الله القريب جدا 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 هتشوفي ميرو دي هتكون فين. حبيبتي طبعا كل ده تحت رعايه ماما لولا وتوجيهاتها لينا، وهي اللي قالت لنا ازاي ننتقي القنوات، ازاي نشتغل معاهم. احنا بنعمل دوره تدريبيه نعلم فيها القنوات ونأهلهم كيفيه العمل على اليوتيوب باحترافيه، من حيث الاضاءه، من حيث التصوير، من حيث المحتوى. فالحمد لله احنا مش مجرد مسابقه بتقدم قنوات بس لليوتيوب، لا، احنا كمان بنراجع القنوات، بنراجع المحتوى، بنقول لهم يعملوا ايه، ما يعملوش ايه، بنساعدهم. ما بنقفش بس عند حته ان المسابقه خلصت، لا، احنا بنكمل معاهم كمان بعد المسابقه في اي حاجه بنكون موجودين معاهم. فاهماني؟ اه حبيبتي يا بشكرك جدا يا هبه، بشكرك جدا. على ذكر بقى القنوات اليوتيوب وكل الكلام ده، اكيد بتشوفي في قنوات معينه ليها محتوى في خط تاني غير هادف، وخصوصا اللي بنسمع عنه دلوقتي الروتين اليومي. تمام. بتبقى مثلا بملابس معينه، بتبقى في حاجات معينه كده، انت اكيد فهماني، وكل اللي بيتفرج علينا اكيد فهمني. رايك ايه في المحتوى اللي بيقدم ده؟ انا ما حبيت ان انا ارتب اعمل ايه روتيني اليومي، انا ما كنتش اعرف اصلا ان في القنوات دي اصلا موجوده، لان انا كانت بالنسبه لي صفر على الشمال، انا ما اعرفهاش. فعملت بوست عندي على الفيسبوك على البيج بتاعتي، فبقول روتين اليوم من ميرو، فدخل حد من المتابعين بتوعي قال لي لا يا ميرو مش انت. فبقول له ليه؟ ده الفيديو طالع كويس جدا، برتب ازاي احط ايه مكان ايه، احط فيه يعني ترتيبات عاديه خالص من خلال ترتيبات المطبخ. قال لي مش انت يا ميرو. فحبيت ان انا ادخل اشوف هو قال لي ليه مش 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 انت يا ميرو، والله بجد. فلقيت حاجات مهازل جوه اليوتيوب. انا مش عارفه هم سايبين القنوات دي في وسطنا ازاي. مهازل. فانا في اتجاهي ماليش دعوه بحد خالص، اعلم ان لكل مجتهد نصيب. اكيد ان شاء الله. رمضان، انت ايه رايك في يعني برضو على ذكر نفس الموضوع ده، بيبقى فيه برضو فيديو كليبس معينه خصوصا في الاغاني الشعبيه، برضو بياخد نفس الاتجاه ده، برضو بيبقى عندنا مهرجانات الى حد ما برضو مش لطيفه، فانت يعني بصراحه كده فكرت انك تمشي في الطريق ده عشان تاخد شهره معينه، ولا انت لا مكمل في طريق معين؟ لا، هو انا مكمل في طريق معين وكل حاجه، بس انا عامله زي مثلا بالنسبه لي سلمه، لاني انا عمري ما هطلع برضو مره واحده كده فنان كلاسيك. فانا عامله سلمه، بس عامه هو كشعبي بيبقى ليه ناسه، كل حاجه وليها ناسها. بس يعني انا مثلا بسمع شعبي، خلاص انا هسمع شعبي، انا بحب الشعبي، انا بحب ده، فما اقدرش اقول لدوت انت ما تعملش ده، واقول لده انت ما تعملش ده. فده ليه جمهوره، وده ليه جمهوره، والزمن القديم ليه جمهوره، ودلوقتي ليه كل حاجه ليها جمهورها. يعني الواحد بيعمل اللي ايه اللي يعجب الناس. بس سمعنا حاجه كمان بقى زي ما تحب، شعبي، تراجيدي، تامر عاشور، تمام، زي ما تحب يعني. ماشي. اوكي. كلموها عني من بعيد لبعيد، عرفوها اني لسه بحبها، وامان حد يقول لها بسأل عليها ازايها وعامله ايه، حد يقول لها دي ماليش حبايب بعدها، واللي
بقيلي منها عايش عليه وفاكر ليها أيام بتصبر بيها وعشان عندي أمل فيها هنساها يا قلب أنا ليه. جميل جدا. برافو. أنت من إمتى يعني كنت بتغني؟ من وأنا صغير. وما فكرتش إنك تدرس أصلا في الغنى؟ يعني تدعم الموهبة أكتر بالدراسة؟ فكرت كتير. بس يعني إيه زي ما تقولي بيبقى تشجيع بس. يعني إن أنا أتحرك أروح أوبرا الكلام ده أتعلم أعمال. بس. لكن إن شاء الله يعني خير يعني أنا معايا برضو اللي الناس اللي بتدعمني انا ما اقدرش ان انا يعني اتحرك من غيرهم هم اول ناس حطوني على اول الطريق زي ماما لولا دي طبعا واختي الكبيره الادمن بتاعتها برضو اختي الكبيره هي اللي يعتبر انا بيها حاجه ومن غيرها ولا حاجه تمام هي اللي محركاني هي اللي جايباني يعتبر هنا تمام انا احب اشكرهم وطبعا اتمنى لهم الخير ونفسي بهم من اعلى اليوتيوبر في مصر والوطن العربي كله وان شاء الله انا هكون عند حسن ظنهم باذن الله. ان شاء الله. مروه قولي لي انت اول طبخه عملتيها في البيت وكان رد فعل مامتك عليها ايه؟ بما انك يعني دلوقتي بقيتي شيف مشهوره وكمان بتعملي بوفيه افراح وكل الكلام ده فاكيد كان ليكي كده مواقف برضو. اول وصفه عملتها خالص كان الرز بلبن. كان عندي حوالي 10 سنين. طيب معلش انا معايا محمود اتصال هاتفي من القاهره. الو؟ السلام عليكم. اتفضل. ايوه محمود مع حضرتك. اتفضل محمود. طبعا منورين الدنيا وان شاء الله ربنا يكرمكم البرنامج كده جميل وطبعا انا بحيي رمضان وبحيي الاستاذه اللي موجوده معاكم منورين الدنيا وان شاء الله تكون يعني ايه خطوه كده ان شاء الله في التقدم ان شاء الله يعني. ان شاء الله. منور الدنيا رمضان. حبيبي. محمود اخويا الكبير ده يا جدعان يعني ده الدعم الوحيد يعني كوميديا البيت كله ودوت رسام درجه اولى بيكتب شعر عندكم بقى الموهبه في العيله دي وراثه متفرعين في العيله هو بيكتب كلام شعر كويس جدا برضو وهو عامه هو اللي شجعني ان انا ارسم لانه هو شافني وانا برسم مره واتنين وعلمني وخلاني بدل مثلا ما اروح اعمل لوحه مدرسيه بره لا انا اللي بعملها لنفسي كده مع انه هو ما كانش بيبقى فضيلي بس يعني كان بيسيب اللي وراه ويقعد معايا يعلمني ده ايه وده ايه وده ايه ده غير برضه احمد الثاني اخويا الكبير هو اللي كان بيعلمني ازاي اغني فانا اشكر اخواتي كلهم عامه وغير بقى دعوات امي وابويا ربنا يخليهم ليا امين يا رب مروه كنا بنتكلم عن مواقفك الموجوده معاك في البيت وتعليقات مامتك عليكي في الاكل وكده هو مبدئيا كده انا كنت ماسكه بيتي البيت عند ماما قبل ما اتجوز من الالف للياء انا مختصه بالمطبخ من صغري انا داخله المطبخ وانا عندي 10 سنين اتعلم واجتهد وابوظ واعمل تاني لدرجه اني اول حاجه عملتها فكرت اعمل رز بلبن فما كنتش اعرف ان الرز لازم يتسلق فحطيت الرز على اللبن انا عايزه اقول لك طلعت تقريبا بسيسه ما اعرف هي طلعت لبن كشري في الاخر فلحقت بسرعه رميتها قبل ماما تيجي بس اتعلمت والمره اللي بعدها عملت رز بلبن البيت كله حلف بيه وزعت للعماره كلها عند ماما رز بلبن طب دي الحلويات ممكن تكون حاجه بسيطه جدا ما عنديش بسيط انا ادخل ماليش دعوه انا اول ما بدات بسبوسه ورز بلبن لا انا بتكلم انه الحلويات يعني رز بلبن حاجه سهله لكن جربتي بقى اول مره تعملي مثلا بشاميل تعملي الحاجات اللي اتقل شويه وانت صغيره انت بتقولي 10 سنين عايزه اقول لك والله العظيم بجد انا داخله المطبخ بطبخ شفت الموهبه اللي عنده موهبه الغناء زي رمضان يرسم انا داخله اطبخ في المطبخ ماما دي تقعد مع الضيوف بس وملهاش دعوه انا اللي بدخل بنظم كل حاجه ملهاش دعوه باي حاجه خالص طيب احنا معانا ماما ليلى على التليفون حبيبتي الو الو السلام عليكم وعليكم السلام حبيبتي اتفضلي ميرو معايا حبيبتي اتفضلي ماما لولا حبيبتي ولادي معاك ولادي في الصحه والجمال مامتنا حبيبتنا يخليكي لينا انا معاكي ولا مع المذيعه اتفضلي احنا سامعينك اتفضلي معايا ماما لولا انا ميرو ايوه يا ميرو ما انا عارفه انت وحليم ويا جماعه ميرو من احسن القنوات حبيبتي. اللي كانت مع القنوات كلها جميله ال 65 بس هم كمان حبيبتي. اللي اجمعوا ان ميرو حبيبتي. يعني افضل قناه تستحق ان هي تطلع تتكرم احلى تيتا ربنا يخليكي لينا
حبيبتي يا ميرفت انت تستاهلي، انت عارفه انا ما بدعمش اي حد، ولازم قبل ما تخشوا كنت لازم بعمل لكم اختبارات احسن القنوات، ما باخدش اي قنوات على فكره. حبيبتنا حبيبتنا في ميزان حسناتك. الحمد لله ان انت حبيبتي يا ماما لولا خصتي بالجائزه دي وانت تستحقيها بصراحه. انت حبيبتي على راسي يا ماما لولا، على راسي احلى تيتا في الدنيا، تفرحي ببناتك يا رب يا حبيبتي، يجعل في ميزان حسناتك يا ماما لولا، ما نتحرمش منك يا رب. الحمد لله دمتي نعمه في حياتنا يا ماما لولا، ربنا يخليكم ليا. حبيبتي انا املي في الدنيا ان انتوا تبقوا يوتيوبر كبار وتتسمعوا، لان انا عندي ايمان بيكم حبيبتي، وبان انتوا قنوات تستحقوا ان انتوا تظهروا وتتشافوا بجد، لان انا فعلا بتعلم منكم، انا ماما لولا بتعلم منكم. تسلمي. طيب ماما لولا لسه معانا؟ اه انا معاك يا ماما لولا، يعني احنا اكيد زي ما حضرتك بتقولي بتتعلموا مننا انتوا كجيل، اكيد يعني خبره في كل مجالات الحياه، تنصحي كل الناس بما ان حضرتك يوتيوبر وعندك قناه يوتيوبر، يعني قناه يوتيوب يعني مشهوره جدا وتعدي المليون سبسكرايب، خلينا ناخد من حضرتك نصايح معينه لكل الناس اللي بتعمل قناه على اليوتيوب دلوقتي، تنصحيهم بايه؟ انا دايما بقول لهم ما تيأسوش، انا عشان ابقى ماما لولا ولولا تبقى لولا فاني، احنا تعبنا فعلا وكنا بناخد انتقادات توقفنا وتجيب لنا اكتئاب ونتسحب كتير من القنوات، كانوا بيقعدوا يقولوا لي كده احنا تعبنا القناه ما بتتشافش، عايزين ماما لولا احنا هنقفلها. بقيت اقول لهم لا، لو انتوا ما عندكوش امل في ربنا ثم موهبتكم اقفلوا القناه. أكيد. انا كان عندي امل في ربنا طبعا وفي موهبتي انا وبنتي، فالحمد لله وصلنا. كان قنوات كتير بتقول لي كيف، انا بقول لهم يا جماعه ما تخلوش حاجه توقفكم عن حلمكم، اسعوا لحلمكم، مش كل حاجه هتجيلكم بالساهل. بالظبط، ده عنوان البرنامج بتاعنا اصلا، حقق حلمك. صح، حقق حلمك. حققه، اتعب، ما هو انت انت لو وصلت بالراحه اكيد انت هتتنسي بالراحه برضو. انما لما تتعبي على قناتك وتتعبي على حلمك اكيد ان شاء الله انت هتوصلي. فالحمد لله بقدر ارجع منهم كتير من فكره قفل القناه، وبقول لهم والله انا بخش قنواتكم والله، ودي حقيقه مش بكذب عليهم، بتعلم منهم اكلات، يعني المفروض ان انا كأم بدي خبرات، بالعكس انا باخد ميرو سعيد كنت باخد منها خبرات في الاكل وفي الطبخ. حليمه برضو اللي مع حضرتك برضو يعني كانت مسابقه اللي انا كنت عاملاها، والحمد لله كانت اول مسابقه ليا ناجحه جدا، وعملت الثانيه والثالثه، لقيت حليمه كان مع هو مع اخته فكان بيغني، عجبني صوته فبقول له ليه ما تعملش قناه يا حليمه وتخش معانا وهدعمك، انا اللي عملت الفكره وزرعتها لحليمه، والحمد لله اتشاف حليمه وتفعل معانا في القناه، وفي ناس كتير بتستمع ليه دلوقتي وفانز بيخشوا له ويطلبوا منه ان هو يطلع بس مباشر، فالامل حلو قوي، بقول خلي عندكم امل. اكيد. شكرا جدا لحضرتك. ارجع تاني قبل ما وقتنا خلاص بيخلص، تحب تغني لي ايه بقى على ذوقك؟ على ذوقي غني بقى حاجه لاحمد سعد ممكن. اوكي تمام. بس بسرعه. ناسو ما راعتش الاصول، كدابين ما طمرش فيهم، خدوني سكة للوصول، يلا عاد الله يجازيهم، كله لابس وش طيبة والمعاملة بقت غريبة، واللي على نياته زي اتأذى ودفع الضريبة، كنت دايما اقول عينيا حتى لو يمجم عليا. حضراتكم عجبكم خشوا على قناتنا. احنا كده وقتنا بيخلص، وبشكركم جدا، بشكر مروه سعيد وبشكر رمضان محمد وبشكر كل الساده المشاهدين اللي اتفرجوا علينا النهارده، ويا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذاذ على قلوبكم، واستنونا في حلقه جديده من حقق حلمك صح. حلمك صح، كافح عانت ونجح، ومهما الوقت طول ما تقولش لحلمك ابدا بح، يأسك ده خلاص انساه، ده طريق الحلم حياه، ومعانا اكيد تلقى تحلم تكبر واكيد تنجح. حقق حلمك صح، كافح عانت ونجح، ومهما الوقت طول ما تقولش لحلمك ابدا بح، يأسك ده